الكرام، مرحبا بكم. جاء إعلان 4 من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور عن عودتهم للجمعية ليفتح الباب للتساؤل حول الأسباب التي أعلنوا من أجلها الانسحاب والأسباب الجديدة التي جعلتهم يعودوا إلى الجمعية من جديد. والأربعة الذين عادوا هم دكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستوري، ودكتور عبد الجليل مصطفى القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير، والدكتورة سعاد كامل رزق، ودكتور سمير مرقص مساعد رئيس الجمهورية للتحول الديمقراطي. حول هذه القضية ومستقبل تأسيسية الدستور تأتيكم هذه الحلقة، ويسعدني أن يكون معي فيها دكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة. مرحبا بك دكتور جابر. ومعي أيضا المهندس محمد عبد المنعم الصاوي عضو الجمعية التأسيسية للدستور، مرحبا بك مهندس محمد. ومعي دكتور عماد جاد عضو الهيئة العليا للحزب الديمقراطي الاجتماعي، مرحبا بك دكتور عماد. يعني قبل أن نبدأ هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، يسعدني أن يكون معي جزء من كلمة المستشار الغرياني إلى أعضاء الجمعية التأسيسية بعد انسحاب منال الطيبي مقررة لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية للدستور. نستمع إلى هذه الكلمة ونعود ونلتقي. انتماء واحد أي ولمصر، ونخلع انتماءاتنا الأخرى. مش قادرين نخلعها ليه؟ مش عارف، خلعناها شوية وبعدين الظاهر الدنيا سقعت، فكل واحد راجع لابس عبايته تاني. ما ينفعش، ما ينفعش. عايزين تعملوا الدستور لمصر، خليكوا على اللي تعهدنا عليه. بدل ما نتشاجر نتحاور، واحنا تحاورنا كثيرا باسلوب ديمقراطي وباسلوب راقي جدير بامثال حضراتكم. نرش الجدل في هذا النطاق وعلى هذا المستوى من الحوار المهذب الجاد الهادف. لا ادري سببا لهذا. أرجوكم يا حضرات أن نعود للعمل بنفس الروح اللي بدأنا بيها. الحوار بيننا حوار بين إخوة أصدقاء. إحنا خلاص جلس بعضنا إلى بعض، وحتى العيش وملح أكلناه مع بعض. يلا بينا نخلص، يلا بينا نعمل دستور مصر. أنا اقترحت عليكم قبل كده واستمعت إلي، والبعض منكم ما عجبوش كلامي. هعيد الكلام تاني. محدش يعمل دستور لنفسه. يلا نعمل دستور لمصر. عشان نعمل دستور لمصر لازم نتفق، لازم نتفق. اللائحة بتقول تصويت وإعادة تصويت و67 و57، وأنا اقترحت عليكم قبل كده مفيش كلام من ده. دساتير آخرها دستور 71. كان فيه أشياء كثيرة جيدة، لكن كان فيه أشياء كثيرة. امال احنا عملنا ثوره ليه؟ الشباب في مصر قام بثوره ليه؟ الحاجات اللي كويسه في دستور 71 اهي قاعده. طيب سابدا معك بدايه دكتور جابر، يعني انت قررت الانسحاب من اللجنه ثم كان هناك قرار اخر بالعوده، لماذا؟ نذكر فقط اننا قد انسحبنا بعد 6 ساعات من تشكيل الجمعيه، وكان لنا اعتراضات جدية على التشكيل، إذ أن التشكيل الثاني جاء قريبا من التشكيل الأول وبنفس الاعتراضات. قام على فكرة المحاصصة الحزبية وعلى فكرة تقسيم المجتمع بين فئتين
بمقولة مدني وغير مدني أو ديني وغير ديني. وهذه في الحقيقة مسألة لم تكن تروق لي شخصيا باعتباري متخصص في القانون الدستوري. كما أن تشكيل الجمعية قد خلا من الخبرات القانونية التي يمكن أن تساهم في صياغة نص دستوري منضبط، وخالف كل الاتفاقات التي سبقت تشكيل هذه الجمعية. ولذلك نحن أعلننا انسحابنا ببيان بعد 6 ساعات. بعد هذا البيان جرت مشاورات ومفاوضات لإعادة التوازن إلى التأسيسية، وأغلب هذه المفاوضات والمشاورات مشهورة في الحقيقة في أجهزة الإعلام. وكان من تجليات هذا الانسحاب أن المرشحين لرئاسة الجمهورية تعهدوا بإعادة التوازن إلى التأسيسية، حتى الدكتور محمد مرسي وقت أن كان مرشحا سواء في برامج التوك شو أو اللي كان يحضرها أو في وثيقة التي سميت مع بعض السياسيين وثيقة الفيرمون. إنما في الحقيقة ظلت الجهود تراوح مكانها، ونتفق أو يتفق السياسيون، وأنا أراقب هذا الاتفاق لأني لست سياسيا ولا حزبيا، ويتفقون ولا يتنفس شيء. وكان في الحقيقة الاقتراحات التي تدور حولها فكرة التوازن تصعيد عدد من الأعضاء من الاحتياطيين إلى الأصليين لكي يتم هذا التوازن. الأمر الثاني إنشاء لجنة فنية استشارية تساهم في ضبط الصياغة، واقترحنا لذلك 25 اسم لشخصيات مستقلة وحيادية وغير ملتزمة بأي انتماء حزبي، يختار من بينهم فقط. ظلت الجهود في الحقيقة تراوح مكانها، إلا أنه منذ ما يقرب من الأسبوعين تم اختيار لجنة فنية استشارية من 10 قامات وطنية: الدكتور ثروت بدوي، الدكتور كمال أبو المجد، الدكتور حسن نفعة، الدكتور محمد السيد إدريس، الدكتور صلاح فضل، الدكتورة سعاد الشرقاوي، الدكتورة هبة عزت رؤوف، الدكتور ماجد الحلو، الدكتور علاء الأصواني، الدكتور الأستاذ حمدي قنديل. الحمد لله افتكرت العشرة. يبقى إذن دي مهمتها تضبط الصياغة. ولذلك وأيضا بالإضافة إلى ذلك، نحن المنسحبون يعني شفنا الظرف الراهن الذي تبر به الجمعية، وهي أنها في مراحل حاسمة لصناعة الدستور. قدرنا أننا وقد انسحبنا لموقف وطني، أن نعود أيضا لموقف وطني لنقل النضال من خارج الجمعية إلى داخل الجمعية، حتى لا ننتظر حتى يقذف الدستور في وجوهنا فنذهب إلى الاستفتاء فلا نستطيع رد هذا الأمر. طيب. أيضا في حقيقة الأمر كل الجهود التي هي خارج الجمعية والتي تؤصل لضغوط مجتمعية وسياسية وحزبية على الجمعية أمر مطلوب، ومطلوب جدا، لأنه يجب أن تقوم الجمعية بوضع الدستور وأعين المجتمع عليها مفتوح. ولذلك في ظني ليس هناك تصادم بين الموقف الذي أخذناه، وهذا الموقف الحقيقة نحن نتداول فيه منذ مدة، واجتمعنا بمجموعة العشرة واتفقنا على أن هذه المجموعة نتاج فكرة الانسحاب، ومن ثم يجب أن يتوحد موقف المنسحبين مع موقف العشرة. طيب. إما نقبل معا وإما ندخل معا وإما لا ندخل. وقد جرى نقاش ديمقراطي في الحقيقة على مدار 5 جلسات، وقلنا أن النضال من داخل الجمعية في سبيل دستور ديمقراطي ديمقراطي وطني يحفظ الثوابت المصرية ويحافظ على الحقوق والحريات، وكل خياراتنا في الجمعية مفتوحة، لن يجبرنا أحد على أن نخالف قناعتنا، وإما أن نكون جزءا من الحل ونصل إلى حل يتوافق عليه الجميع نحو إصدار دستور ديمقراطي حديث للدولة المصرية يحفظ ثوابتها وحرياتها ويساوي بين المواطنين. نعم. كلمة أخيرة، وإما أن نكون جزء من الأزمة وهي تدشين أزمة الجمعية حتى نصل إلى حوار مجتمعي آخر. طيب، ولكن دي يعني إنتاج دستور ديمقراطي. نعم. طب سأعود لك يعني باستفاضة أكثر، لأنه يعني ما طلبته حتى الآن لم يتحقق، ولكن على الرغم من ذلك أنتم عدتوا إلى جزء منه.
جزء. طيب سأعود لك بالتفصيل أكثر مهندس محمد، يعني أنت تتحدث باسم الجمعية عضو فيها تتشابك مع الجميع، كيف تقيم حتى الآن ما تم إنجازه داخل الدستور؟ والله أنا أعتبر أنه ما تم إنجازه يصلح بشكل مؤكد كأرضية، كمسودة، ك يعني حجر أساس لاستكمال البنود والنقاط بشكل أدق، لأنه ما هو فيش عمل إنساني على أي حال هيكون كاملا مهما يعني بذلنا من جهد، إنما علينا أن نتحرى الدقة بقدر المستطاع. والحقيقة الجمعية تبذل جهدا خارقا في العمل وفي الاستماع إلى كل الآراء والاقتراحات، وأنا يعني أزعم أن النيات الصادقة المخلصة أكثر بكثير عمن قد يكون لديه أي يعني أشياء غير معلنة. أنا بفترض الحسن في كل الأعضاء، وأتوقع أن احنا بهذه الروح نصل إلى صياغات يحدث عليها توافق حقيقي، ولا نحتاج كما تفضل مستشار الغريان للجوء إلى التصويت إلا في أقل القليل. ويعني أملي كبير في أننا نخرج كما قال الدكتور الفاضل بدستور ديمقراطي يحقق ما نتمناه لبلدنا بعد ثورة قامت لتصحيح المسار، فما يكونش مجرد يعني تنقية بعض البنود المعيبة في الدستور السابق، مجرد تقليل من صلاحيات رئيس جمهورية أو غير ذلك. لا، بكل الوسائل يجب أن نعمل بجدية. وطبعا هذه العودة الكريمة للأربعة مع اللجنة الاستشارية ستكون إن شاء الله إضافة مثمرة، وأنا بقول لكل واحد في الخارج بيصب يعني غضبه على هذه الجمعية ما تشارك، يعني أنا بدعو الجميع للمشاركة الحقيقية بأي أفكار وجهد. وهناك ممن ينتقدون الجمعية ليل نهار، أصحاب خبرات وأصحاب آراء قيمة وجهات نظر تحترم، بس يعني ينعموا علينا بيها ما يبخلوش علينا، وإحنا نعدهم بأننا نأخذ بكل فكرة تستحق الدراسة ونحاول أن نصل إلى أفضل صياغة إن شاء الله. نعم دكتور عماد، يعني أنتم في الحزب قررتم عدم المشاركة، قررتم يعني الانسحاب، ما هو الموقف الآن؟ شوفي هقول لحضرتك، يعني خلينا نبدأ من نقطة بداية، إن هدفنا جميعا هو الوصول لدستور يليق بمصر، دستور بيتكتب في القرن 21، دستور لا يفرق بين المواطنين المصريين، دستور يتكلم على الكرامة، على الإنسانية، على المواطنة، على المساواة، على عدم التمييز، ده اللي احنا عايزينه. كويس، احنا كنا أطراف في مفاوضات ماراثونية، كويس، استضافة حزب الوفد، وكان الانزعاج الشديد بتاعنا هو فكرة المحاصصة اللي اتكلم عليها دكتور جابر، اني انا مش بعمل جمعية تعكس الأوزان النسبية للأحزاب في البرلمان، لأن دي الأحزاب في البرلمان ده أمر متغير. كويس، احنا عايزين دستور توافقي. كان طلبنا من البداية يا اخوانا ما فيش أي فصيل ياخد أكتر من 25% عشان نقدر نتعاون مع المسألة، يعني لو طب ولكن الذي حدث حدث، لماذا الآن من جديد يعني؟ لا احنا مش شايفين ان في جديد، احنا على موقفنا، بس هي الفكرة ايه؟ الفكرة انه في وقتها اتقال بشكل واضح انه لو الاستاذ محمد قال نتمنى الا نذهب للتصويت، لو ذهب للتصويت خلص الموضوع، لانه احنا من حسابات قدامنا الاسلاميين اللي هم اكتر من 65، فبالتالي لو رحنا للتصويت التصويت مطلوب ب 57، مش كده يتعمل الدستور ابدا، مش كده. كويس، يعني انا اتمنى انهم يوصلوا بالتوافق من غير تصويت اللحظه دي. فاحنا قلنا كده ما ينفعش، لانه لما قالوا 50 50، حضرتك فاكر القصه، اكتشفنا انه البناء والتنميه والوسط يعني، فاكتشفنا انه الاسلاميين اللي هم اكتر من 65%. طب احنا قناعتنا قلنا احنا لا نتوقع ان هذه الجمعيه بهذه التركيبه ستكتب دستورا توافقيا لمصر، ورغم كده قلنا احنا هننسحب كمصير مصر ديمقراطيه اجتماعي ومصير الاحرار، احنا هننسحب وبندعو ان المقاعد بتاعتنا المخصصه لينا تدوها الناس مش قادرين تمثلوها زي الفنانين والكتاب والمراه، ولن نرفع دعوه على الجمعيه ولن نطالب بحل الجمعيه وسننتظر. انا رايي مع كل التقدير والاحترام لنيات الطيب الاستاذ محمد وكل التقدير والاحترام لما تفضل بيه دكتور جابر، انا اتمنى اكون غلط، انا شايف انه الجمعيه فيها مشكله كبيره، ما ينفعش احنا نقعد نتناقش في قضايا
تضحك علينا الدنيا، تضحك علينا العالم. يعني في قضايا بتتناقش في الحقيقه يعني مش ممكن، يعني نرجع نناقش حاجات مصر حسمتها من عشرينات القرن الماضي، كويس؟ فبالتالي لكن رغم كده بقول اتمنى وبشارك الاستاذ محمد انه والدكتور جابر لما يدخل هو الاربعه الثلاثه المحترمين اللي معاه اكتبوا لنا دستور مصري مطلوب ايه على دستور 71 لحد من الدكتاتوريه من سلطات رئيس الجمهوريه، مش كل شويه تقول لي فيما القانون. يعني احنا نستبدل كان يحط جمله عامه ويقول لك فيما لا يخالف القانون، دلوقتي فيما لا يخالف شرع الله. طب القانون ممكن يلعبوا فيه، طب شرع الله مين اللي هيقوله ومين اللي هيحدده؟ يعني عايز اقول لو قدرت الجمعيه دي برصد المستشار غرياني انها تعمل لنا دستور هو يحتفظ، شوفي انا بقول لك يحتفظ بمساحه الحريات والحقوق اللي كانت متاحه في 71 ويقلص صلاحيات الرئيس والسلطه التنفيذيه ويعمل توازن بين السلطات، احنا هنكون من الشاكرين. لكن تقديري ولا اتمنى الا اكون يعني محبطا انه التركيبه اللي موجوده دي لانها تركيبه محاصصه حزبيه برلمانيه، انا تقديري انها مش هتوصل لدوت. واعتقد ان كلمات المستشار غرياني واضحه في مراره من اللي بيحصل، كويس؟ مش كده هيتكتب دستور البلاد. فاتمنى انهم يكتبوه وساعتها هنكون اول الناس. لا نعم، لكن خطوره ايه في الاخر جمله قالها الدكتور جابر، ان لو الدستور ده طلع من الجمعيه مر بالاستفتاء ما نضحكش على بعض، المصريين ما بيقروش دستور. يعني عايز تفهميني حضرتك ان في الانتخابات البرلمانيه اتمسكت برامج الاحزاب، يعني انا كنت مرشح واستاذ محمد مرشح، هل اللي انتخبونا وكنا اعضاء في البرلمان قروا البرامج بتاعتنا؟ وحياتك ابدا ما حصل. لا فاللي انا عايز اقوله ايه بس، انه ما ننقلش الشعب المصري العظيم هو هيقرر، لا، لازم دستور البلد بيتعمل بشكل معين، بيبقى بشكل توافقي بين القوى المختلفه وبعد كده بنروح للناس. لكن مين اللي هيمسك 300 ماده و250 ماده يقعد يقراهم تفصيليا ويترفضيه كله يتقبليه كله؟ يبقى اذا انتم الان مصرون على الانسحاب؟ لا احنا بره الموضوع، احنا مش محسوبين فيها خالص الحزب. بره بره، احنا بره الجمعيه خالص. طيب الم يكن بقى من الادعى ان يكون هناك مشاركه، يعني حتى ايضا كانت هناك يعني في الكلمه يعني شاركوا من اجل ان يكون هناك يعني جميع الاراء موجوده حتى يتكون هذا الدستور؟ انا شايف الاستاذ محمد بيمثلني، شايف الدكتور جابر بيمثلني، يعني هما ممثلين، احنا ممثلين، احنا مش ممثلين. احنا اعتراضنا على نقطه واحده بس واضحه، انه عند في حاله عدم الاختلاف في حاله عدم الاتفاق هيبدأ للتصويت. التصويت بكام؟ ب 57. انا بقول لحضرتك من وحي الاسماء اللي موجوده ومناقشتها ال 57 جاهزين، جاهز 65. يعني هتدخلي في خلاف مع القوى المدنيه او الليبراليه او اليساريه، هتدخل خلاف مع الاسلاميين، اذا ما جتش بالحسنى هنلجا للتصويت. لجانا للتصويت هيعملوا اللي هم عايزينه، ده فزعنا، لن نشارك في امر من هذا النوع. عارفه لو عندنا بالتعبيرات اللبناني الثلث المعطل، قالوا لنا كده بشكل واضح الحريه والعداله، بعينيكم مش هنديكم الثلث المعطل. قلنا لهم خلوا التصويت 67، خلوا التصويت 67، رفضوا. فبالتالي عندهم الامكانيه لتمرير اي مواد للدستور. دكتور جابر، طبعا يعني كل المخاوف والاشكاليات التي والمشكله التي اثارها الدكتور عماد انا اتفق معه فيها، بل هي ليست مشكله ولكن هي اشكاليات ومشاكل. وما زال في الحقيقه التخوف من تشكيل الجمعيه، ولذلك انا في ظني وانا ذاهب اليها بعد انسحاب منذ تشكيلها، لن اقبل أن يتم حسم خيارات دستورية أساسية وأعمدة دستورية بالتصويت. وأنا في تصوري أن النسب التي وضعتها اللائحة أو القانون هي مخالفة للنص الدستوري اللي هو في الإعلان الدستوري، نسبة 57 و67، دي في الحقيقة افتئات على نص المادة 60، لأنه المفروض وفقا للسوابق أن يتم الدستور بالتوافق والاتفاق على النص. ولذلك نحن ذاهبون، والحقيقة مش ذاهبون علشان نمضي على ورق على بياض، نحن ذاهبون ونحن في يقيننا المهني، أنا لست سياسيا ولا حزبيا، نحن ذاهبون وفي يقيني المهني والوطني أنه لا خيارات دستورية مهمة وأساسية تنال من الدستور أو من الحقوق والحريات بالتصويت. وسوف نتمسك بالكلمة التي قالها المستشار حسام الغرياني، ألا تصويت على نصوص الدستور، ومن لا نتفق عليه يرجع إلى الأجيال القادمة. هذا أمر مهم جدا، إنما إننا أعمل على النصوص الدستورية في الحقيقة تصويت، 57% لا يستطيعوا أن يقرروا للمية في المية.
طيب. هذه المسألة الأساسية. طب ما هي إنما هذه النصوص التي يعني ما هي هذه النصوص التي لن تقبل بقى عليها ما التصويت؟ ما فيش مشكلة، أمامنا كل الخيارات من سحب تاني وتالت ورابع. لا أنا أسأل عن النصوص يعني التي تعتقد أن يكون. ما أنا أقول لسعد الفكرة الأساسية إيه؟ الفكرة الأساسية إيه؟ إحنا الآن عشان بس الجزئية الأولانية ونخش لدي قبل ما نخش في تفصيل. احنا ليه المنسحبين رجعوا؟ انت سؤالك سؤال منطقي والمشاهد لازم يعرف ليه المنسحبين رجعوا على الرغم من ان التغييرات التي حدثت في موقف الجمعية ليست تغييرات جذرية. يعني هي المستشارين يعني مسألة المستشارين ماشي كانت قبل حتى الانسحاب. ماشي مسألة كانت قبل الانسحاب. المجموعة دي كانت بناء على ضغط المنسحبين. يعني احنا قدمنا 25 اختر منهم 10. لا وبعدين دي مش هي مربط الفرس. انما يعني طب تصعيد الاحتياطي ماذا حدث فيها؟ سوف يصعد في الجلسه القادمه او الجلسه التي بعدها حسب الاتفاق وفقا للاتفاق الذي اتفقنا عليه. الاشكاليه الذي يجب ان يوضع فيها المشاهد لان احنا ما بنلعبش سياسه يعني قد يلجا حزب من الاحزاب الى استخدام ورقه الجمعيه التاسيسيه مع احترام كل الاحزاب كورقه ضغط انتخابي في هذا الوقت او ذاك. احنا انسحبنا منذ شهر مايو عند تشكيل الجمعيه وبنهاتي من يومها. انما انا عندي الان اشكاليه عمليه. ايه الاشكاليه العمليه؟ ان انا عندي جمعيه انا اعترضت على تشكيلها وكنت راغبا في اعاده التشكيل، لم يحدث ولم يسمعني احد ولن يسمعني احد. يبقى انا الان امام اشكاليه عمليه، جمعيه سوف تلقي بالدستور في وجهي وانا لدي القدره والإمكانية باعتبار عضو منسحب أن أعود إليها وأقف في أتون اللهب وأدافع عن الخيارات الدستورية بحكم وظيفتي وبحكم مهنتي لصالح هذا الوطن على أرضية وطنية. والله استجيب لي كان بها، يبقى كنا بقينا جزء من الحل وأصدرنا دستور يرضى عنه الشعب. لأنه برضو ما قاله الدكتور عماد هذا تصديق شعبي. انا مش عايز، انا الخطر بالنسبه لي ان المواد اللي عاملين قاعدين يحطوا مكانها نقط في موقع الجمعيه في سابقه لم تحدث في تاريخ الجمعيات، ان يجي ينشر المواد وماده من ماده 1 2 3 4 5 نقط 6 7 8 نقط. ايه النقط دي؟ ولذلك هل انت مخبي النقط دي لغايه قبل يوم الاستفتاء تقوم مصوت عليها وعطاها لي؟ لا. يبقى انا المفروض ان هذه الخيارات تمحص ثم بعد ذلك يصير عليه حوار مجتمعي من داخل الجمعيه ومن خارجها حتى لا نفاجئ، لانه الاستفتاء هنا تصديق شعبي. ولذلك لم يحدث في التاريخ ان 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 رفض استفتاء على دستور او قانون او كلام من ده. مره في فرنسا على الجنرال ديغول، على شخص الجنرال ديغول لما حصل ان هو اشترط حتى ما سقطش جاب حاجة و60% وهو كان طالب التلتين. ولذلك في الحقيقة الاستفتاء ليس ضمانة، لأن أنت لو جاتيني وأنا أستاذ قانون دستوري أفنيت عمري وبيض شعري رأسي في دراستي لما تيجي تقول لي خد دستور من 200 مادة حللهم لي في 15 يوم ما أقدرش. ولذلك الآن الاستفتاء ليس ضمانة. ولذلك نحن قدرنا أن النضال من خارج الجمعية أمر مهم وقمنا به ويقوم به آخرون وسنقوم به. أما الآن فسوف ننتقل إلى مرحلة نضال داخلي مع مجموعة من القوى الوطنية. إذا أنت عايز تصوت ومعاك 57% طب ال 43 هيسيبوك ويمشي واعمل دستور زي ما أنت عايز. يبقى إذا أنت الآن خلقت أزمة ضاغطة وقويت من، خلي بالك يعني من المسألة يجب أن تؤخذ بحجج منطقية. طيب سأعود إليك مرة أخرى ونستكمل الحوار، ولكن اسمحوا لي بعد موجز الأبرز وآخر الأخبار عند رأس الساعة ثم أعود وألتقي بكم. مشاهدينا الكرام متواصلون معكم من جديد في هذه الحلقة، وكان معي دكتور جابر جاد وأيضا المهندس محمد عبد المنعم الصاوي ودكتور عماد جاد، مرحبا بكم من جديد. يعني سأنتقل إليك مهندس محمد، يعني فيما يخص مسألة التصويت والتخوفات من جانب دكتور عماد، دكتور جابر أيضا يعني عاد مرة أخرى إلى اللجنة ولكن يعود يعني بقرارات حاسمة بأنه سيكون هناك معركة داخل اللجنة التأسيسية. أنا سعيد بيه وبعتبر أن وجوده
إضافة مهمة، والروح اللي هو بيعكسها وبيأكدها لنا. أنا دايما أحب أقول إنه ممكن يبقى الواحد بمية، يعني الجمعية عددها 100، إنما لو في واحد متمسك بمفهوم وقيم معينة ومبادئ معينة حريص إنه لا يفرط فيها، هيكون له ثقل أعلى كثيرا من وزنه النسبي كواحد على 100. أنا متصور إن إحنا فعلا في مسألة التوافق هنستفيد جدا من وجود من يصر على عدم الأخذ بالتصويت ببساطة وبسهولة، لأن ده حقيقي بيؤكد إن إحنا غير قادرين على إقناع الشعب، وإذا كنا مش هنقدر نقنع بعض في نطاق محدود على هذا النحو هنعرف نقنع الملايين، أو نبقى فعلا بنقيم حساباتنا على إن الناس لا تسمع ولا تقرأ ولا تهتم، فده يبقى خطر شديد. إنما الحقيقة بس عايز أقوله إن الفراغات المتروكة هي يعني موضوع صياغات مستمرة وليست يعني مخبأة عن عمد، ولا في حد نتصور طيب إنه يعني بيقصد يعني ربما يحجب شيء يعني. طيب ربما من الهواجز الأساسية مسألة التصويت، هل من وجهة نظرك التيار الديني يمثل مشكلة داخل اللجنة؟ السلفيين تحديدا هل يمثلون مشكلة داخل اللجنة؟ والله أنا مقتنع أنه الكل مخلص في محاولته الوصول إلى الصيغة الأمثل، إنما هناك من يسعى لإرضاء الله سبحانه وتعالى، يعني هو أولويته المطلقة أنه في كل ما يصوغ وما يقترح يبقى في هذا تقرب إلى الله، وكلنا يعني نتمنى أن احنا نكون هذا الشخص طبعا. إنما قصدي أحيانا يعني تلتبس الأمور على شخص في هذه المشاعر النقية الطيبة الفطرية، ولا تتضح الصورة كاملة إلا بعد مناقشة مع الآخرين، وده حصل كتير وسيستمر إن شاء الله. يعني أنا متفائل بأنه وجود وجهات النظر المختلفة، هو دي روح الديمقراطية، يعني هو الديمقراطية في الأصل تجاوز للضعف الفردي، لأن كل واحد بيشوف من زاوية محددة، فلما تجتمع الرؤى من زوايا عدة. في النهاية إذا بقت يعني نسبة التصويت 57% على مواد أساسية دستورية وعلى مواد خلافية ما بين التيار الليبرالي والتيار الديني، سيكون يعني هنا المشكلة. كيف سيتم حسم مثل هذه النسبة والتوافق الوطني على المواد الهامة في الدستور؟ النفس الطويل والمعادلة الذكية في إيجاد الحلول العلمية المنهجية، يعني هناك دائما حل يرضي الجميع، أنا مقتنع بهذا ومفيش مشكلة يرضي الجميع. وعجبني ما تفضل به برضو دكتور جابر من فكرة أنه لو وصلنا إلى نص يستحيل معه الوصول إلى توافق يبقى مفيش مانع نخرج عن هذا المأزق بأن احنا نرجئ أمرا لأجيال قادمة أذكى منا أقدر على الوصول للمعادلة المحققة لطموحات الناس. هذا من الممكن أن يكون مطروح داخل اللجنة التأسيسية أن يتم إرجاء يعني نصوص هامة إلى بعد ذلك؟ يعني ما أقصدش إرجاء بمعنى إهمال، أنا أقصد صياغات أكثر يعني أكثر اتساعا، يعني تحتمل القراءات وفقا لكل يعني مجتمع يعني يعيش في عصر من العصور ويتعرض لمشكلات زمان غير الزمان. طيب يعني سأذهب للاستماع إلى بيان من أستاذ حسين عبد الغني، يعني هذا البيان ألقي أول أمس يدعو فيه إلى الانسحاب من داخل اللجنة التأسيسية، وذلك تحت عنوان تحالف الوطنية المصرية. نستمع إلى هذا البيان ونعود مرة أخرى. نظرا لغياب مفاهيم أساسية تهم المواطن المصري تضمن الحريات الأساسية وحقوقه في العمل الشريف والعلاج وتكافؤ الفرص، في النصوص التي تسربت عن الجمعية التأسيسية للدستور تدعو القوى الوطنية والديمقراطية إلى المقاطعة التامة والشاملة لأعمال الجمعية التأسيسية للدستور، ورفض كل ما يصدر عنها بعد أن شاب تشكيلها للمرة الثانية ذات العوار القانوني والسياسي والاجتماعي الذي شاب تشكيلها الأول. إن الصياغات التي تسربت من مناقشات الجمعية إلى الآن
تنذر في كثير من جوانبها بكوارث دستورية تخالف ما استقرت عليه الأعراف الجامعة في التاريخ المصري وصياغة هوية الوطن وكفالة الحقوق والحريات الشخصية العامة، إضافة لتعارضها مع المعايير والمواثيق الدولية، إضافة إلى تعارضها مع المعايير والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وصارت ملزمة لها كدولة ضمن منظومة المجتمع الدولي. ويدعو الموقعون على هذا البيان كافة ممثلي القوى الوطنية والديمقراطية في الجمعية التأسيسية إلى الانسحاب فورا من التشكيل الحالي للجمعية، مع دعوتهم للمشاركة في الضغط القانوني والسياسي والشعبي بهدف تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تحقق الطموح المشروع للشعب المصري، دستور يليق بالقرن 21 ويتجاوب مع استحقاقات ثورة 25 يناير المجيدة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. إن الجمعية التأسيسية التي يحق لها صياغة الدستور يجب أن تخرج عن هيمنة وسيطرة أي حزب أو رئيس، وينبغي أن تشكل من رموز منتخبة بحكم مواقعها مثل رؤساء الأحزاب والنقابات المهنية والعمالية وروابط الفلاحين ورؤساء الهيئات القضائية والدينية ورؤساء أقسام القانون الدستوري بالجامعات المصرية، وعلى هذه النخب أن تجتمع لتضم إلى صفوف الجمعية التأسيسية الجديدة خبراء ومبدعين وممثلين لكافة منظمات المجتمع المدني وغيرهم من رموز الوطن. إن الموقعين على هذا البيان يحملون رئيس الجمهورية المسؤولية عن تحقيق هذا التشكيل المتوازن، وعن منع الاستيلاء الحزبي على الدستور، وكذا عن ضرورة الوفاء بتعهداته السابقة بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بحيث تعبر عن كل الوطن بلا تمييز أو هيمنة أو إقصاء. الموقعون. مشاهدينا الكرام متواصلون معكم من جديد، يعني أبدأ معك مهندس عبد المنعم، كيف تعلق على هذا البيان؟ والله أنا أحترم كل وجهة نظر، إنما بعتبر ده برضه يدخل في نطاق الضغط الإيجابي اللي تفضل الدكتور جابر بالإشارة إليه. مطلوب إن كل المجتمع يظل ضاغطا على الجمعية، وأنا يعني واحد منها، وأعتبر إن كل هذه الضغوط يعني حافز أكثر لنا حتى لا ننام الليل ولا النهار ونعمل بأقصى معدلات يعني المحاولة في إرضاء الجميع. إنما طب هل يعني إنما أنا غير موافق على فكرة إنه فلينسحب الجميع ولتبدأ مصر من الصفر من جديد. أنا يعني لا أرى في هذا منطقا أقبله ويقبله الشارع الذي يعاني من غياب الدستور وتأخر التشريعات. طب ولكن فكرة الترحيب يعني بهذه الضغوط، هل أنت يعني من وجهة نظرك وأنت داخل الجمعية ترى أن هناك مشاكل حقيقية في هذه الجمعية وأن الضغوط واجبة حتى يتم حل مثل هذه المشاكل؟ في كل شيء الضغوط واجبة، يعني نحن نعمل دائما تحت ضغط، تحت ضغط محاولة النجاح، تحت ضغط محاولة التنافس. يعني أنا لا أعرف مجالا في الحياة ما فيهش ضغوط، يعني هي مسألة مطلوبة. إنما يعني في الحقيقة المقاطعة على هذا النحو بالنسبة لي لا تمثل ما نتطلع إليه من مثل هؤلاء النخبة الذكية المليئة بالقدرات والمواهب، ويعني بالعكس أنا أتوجه إليهم بطلب المشاركة والاقتراب أكثر و نقد النصوص بشكل موضوعي دقيق واقتراح البدائل الأصح من وجهة نظرهم بدلا من مجرد هدم المعبد وإعادة بنائه من جديد. طيب أنتقل إليك يا دكتور، يعني إذا كانت هناك اقتراحات يعني بدلا من هدم المعبد يعني طبقا لتعبير مهندس عبد المنعم، ما هي الاقتراحات من وجهة نظرك؟ لا أنا بس مختلف مع بشنوط محمد في مسألة هدم المعبد. والمعبد ده اتبنى إمتى؟ ده مش معبد من آلاف السنين، هو جهد له 3 شهور. مصر مش 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 يعني مش جزيرة في المتوسط ولا صحراوية. مصر عندها ميراث دستوري قبل دول أوروبية كتيرة جدا. يعني الدستور التركي كان من المساهمين الرئيسيين فيه مصريين. يعني أنا عايز أقوله إنه أنا واحد متضامن قلبا وقالبا مع اللي قاله الأستاذ حسين عبد الغني، لأن الحزب كنا موجودين فيه
كنا ممثلين، كان الدكتور محمد البرادعي، كان طاهر الناصري وحمدين صباحي، يعني قوة يعني مش عايز اقول قوية لكن يعني قوة موجودة في الشارع. كويس، هو احنا رأينا انه ما حدث، وده قاله الدكتور جابر بشكل واضح، ما حدث هو ان الجمعية التانية بنيت على نفس طريقة المحاصصة بتاعت الجمعية الاولى. احنا من وجهة نظرنا ما بني على باطل فهو باطل. يعني انا هقعد اقص والزق، اطلع اربعة وادخل اربعة، اطلع خمسة وادخل خمسة، في مشكلة في انك تجيبي. يعني باشمهندس محمد قال كلامه دكتور جابر عن فكرة ما انتيش قافلة على نفسك زي امريكا ما قفلت في القرن ال 19، ملهاش دعوة بباقي العالم 18 و19. لا، احنا جزء معتمد على العالم وفي اعتماد متبادل. ما ينفعش حد يجيني يضيع وقت البلد دي في الظروف اللي بتمر بيها ويطرح حاجات اصلا تضحك الناس علينا في العالم، ضد مواثيق احنا موقعين عليها، ضد حاجات استقرت عالميا زي مبادئ المساواه وعدم التمييز، زي سن زواج المراه، يعني في حاجات مش ممكن نرجع ده اللي بيضيع وقت البلد. طيب لكن هذه المواضيع يعني مرفوضه من معظم يعني الاعضاء في التاسيسيه، حتى يعني هناك بعض المواضيع هي مجرد نقاشات ليست بالفعل مواد موجوده. بصي انا هقول لحضرتك، احنا بنتكلم على دستور لمصر في عهد المماليك، ولا بنتكلم على دستور مصر في القرن 21 وبعد ثوره. بعد ثوره اتكلمت على كرامه واتكلمت على عداله واتكلمت على ما قاموش الناس، ما قامتش بالثوره عشان عايز يرسي مبدا يميز ضد المراه، ولا عايز يجوز البنت من 9 سنين، ولا عايز يقول كذا، ولا يرجع يقتص من، ولا يرجع يقفل يلغي جورنان مثلا، يقول لك نلغي الجريده، نلغي الترخيص بتاع الجريده. ده كلام ما ينفعش. طب ازاي يعني؟ ده ممكن الناس تناقشه، تقعد تتكلم. اللي عايز يتقرب الى الله بتعبيرات الباشمهندس محمد يتقرب على الله بانه يروح يصلي، بانه يبقى كويس، يبقى قدوه للناس، يوعظ الناس، مش يتقرب على الله على حساب حقوق هو متصور انه هو كده يتقرب الى الله على حساب حقوق يعني مش ممكن مستقره عند امم تجاوزتنا ب 10 سنين، امريكا اللاتينيه تجاوزتنا، وافريقيا نفسها جنوب الصحراء تجاوزتنا في المبادئ دي. فانا رايي الجمعيه فيها مشكله هيكليه، فيها طبعا شخصيات محترمه، وانا بقول لك الباشمهندس محمد يمثلني انا شخصيا اللي هوافق عليه. التشكيل في هذا التوقيت لن يسمعوا احد، والدليل على كده ان رئيس الجمهوريه رد عليهم بعد 3-4 ساعات وقال لهم لا مساس بالجمعيه التاسيسيه. ويتداول اخبار ان لو هذه الجمعيه يعني اصابها العطب باي شكل من الاشكال هيصدر قرار بذات التشكيل. نحن الان دخلت بس دي طريقه، بس خليك يعني بس معايا، ما احنا طريقة الان ما فيهاش الحد الادنى من الاصابه، ده صحيح ما فيهاش، ما في طبع. احنا ما فيهاش، انما نحن امام واقع يجب الآن في الحقيقة أيضا أن نعظم الإيجابيات التي يمكن أن نعمل فيها. أنا أدرك تماما، وقد يشاطرني الرأي الدكتور محمد والدكتور عماد في جزئية أساسية، أن التيار الغالب في الجمعيات التأسيسية والتيار الإسلامي لديه رعب حقيقي من فشل الجمعية، يعني لديه رعب حقيقي من فشل الجمعية، وهذه يجب أن تكون ورقة ضغط إيجابية لصالح إخراج خيارات دستورية. في الحقيقة يعني أنا في تصوري أن لدينا قدر معقول من المناورة ومن الضغط المجتمعي خارج وداخل الجمعية لإصدار أو للجوء إلى خيارات. كان هذا التصور هو الذي أدى ودفع بنا إلى أن نعيد النظر في قرار الانسحاب، وقد كان أيسر لنا أن نستمر على انسحابنا ونجلس خارج الجمعية ولا ندخل في أتون اللهب ونجاهد من داخل الجمعية ونناضل من داخلها ونتخذ مواقف حاسمة إذا لزم الأمر. أنا لدي قناعة أن التيار الإسلامي وهو متمسك بأهداب هذا التشكيل، إذا فشل هذا التشكيل في إخراج دستور متوازن وديمقراطي يرضى عنه الشعب، سوف تلصق به هذا الفشل طيلة عمره، وسوف يكون عينه مكسورة عندما يشكل جمعية جديدة. إنما الآن ولذلك يجب أن نستثمر هذا الواقع ونذهب إلى الجمعية ولا نساوي. أنا راجل مهني على تاريخ دستوري زي ما قال الدكتور عماد،
على حقوق وحريات لا تنتقص ولا نرتد بها إلى الخلف، على أعمدة دستورية تبني دولة ديمقراطية حديثة ثمرة لهذه الثورة تحقق أهدافها، لا مساومة على هذا الأمر، وسوف يكون هناك مواقف جادة ومجدية وواضحة، والخيارات مطروحة يومها. إذا قدر لنا ألا ننجح في ذلك فالباب الذي سوف ندخله لن يغلق دوننا ولن نحبس من خلفه، فلدينا كثير من المواقف التي نستطيع نعملها. إنما منطق البيان مع تقديري واحترامي وتأييدي لهذا الضغط المجتمعي إن خلاص سيبوا الجمعية تعمل اللي هي عايزاه، ثم بعد ذلك نعرض الدستور على الاستفتاء، فإذا الدستور يحكمنا ويأخذ برقابنا مدة 10، 20، 30، 40 سنة، وفي الحقيقة نحن الذين سوف نكتوي بهذه النار. إذن الذين الآن، وهذه رسالة صادقة من رجل ليس سياسيا ولا حزبيا ولا يطمح في هذا الأمر وفي ذاك، أنا راجل مهني يهمني صناعة النص الدستوري، أن تتوافق الجهود داخل وخارج الجمعية، لا تتصادم الجهود، يعني ما يقولش لا الناس اللي رجعت رجعت ليه، الناس اللي رجعت رجعت عملت ايه، لا هذا كلام لا يجوز. والناس اللي دعت، انا بقول اهوتي اتساقا مع هذا البيان، لو قرر 10 أعضاء من الجمعية التأسيسية الاستجابة لهذا البيان سوف نكون 14 او الـ4 المنضمين له، ولكن نحن الان ندعو الى مش إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأني لا في الحقيقة لا أستخدم هذا التعبير، لأن الدستور لا يعامل بفكرة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولكن نحن نقيم الحجة داخل الجمعية ونتحدث بجرأة وبشجاعة وبمهنية، ليس ضد هذا ولا صالح هذا، ولكن للمصلحة الوطنية. والله إذا ظفرنا بها فقد انتصرنا، وإذا لم نظفر بها فقد عدنا إلى الصفوف الوطنية مرة أخرى، ويبقى بقى اللي في الجمعية عرينا من أراد ألا يتعرض، وأقمنا الحجة على من يجب أن تقام الحجة عليه، والحكم للشعب. هذه مسألة أساسية حتى تتفهم أو يتفهم الناس المواقف، لأننا لسنا سياسيين لا بالناور ولا بنداور ولا بمواقف. طيب من ضمن الطلبات، ولذلك هم عادوا، كانت اللجنة الاستشارية، وكانت أيضا مسألة تصعيد الاحتياطيين، ما الجديد فيما يخص هذا؟ يعني فيما يخص اللجنة الاستشارية هل سيكون لها اختصاصات محددة؟ وأيضا فيما يخص الاحتياطيين، يعني دكتور جابر حدد اختصاصات اللجنة الاستشارية. طيب سأخذ بقى الكلمة من مهندس أنا محمد. أنا يعني متفائل بهذه اللجنة، لأن فيها فعلا مجموعة جيدة جدا من الكفاءات وناس مشهود لهم بالتجرد. ماذا عن اختصاصاتهم؟ هم سيراجعون النصوص في صياغتها التي وصلت إليها، ولهم اقتراح ما يعني شاءوا اقتراحه، ولهم يعني مطلق الحرية في إبداء ملاحظات وأراء، ودي مسألة سيكون لها ثقلها وقيمتها في هذه المرحلة. يعني احنا في مجرد الاقتراحات قد تأخذ بها اللجنة التأسيسية او لا تأخذ بها. هو في النهاية لو كلمنا كلام قانوني، الجمعية التأسيسية مشكلة من 100، وتاني بقول لحضرتك لو المسألة مسألة تصويت وخلاص، يبقى احنا حتى اللجنة الاستشارية اصبحت خارج الصورة. انما احنا يعني كما نحرص جميعا، لسنا في على استعداد على الإطلاق للأخذ بفكرة التصويت والعمل وتفعيل. طيب فيما يخص اللجنة الاستشارية، سأعود لك دكتور جابر، هل فقط يعني مجرد إبداء الاقتراحات ستكون مهمة اللجنة الاستشارية؟ لما شكلت اللجنة الاستشارية في الحقيقة الفنية، مش بالاستشارية، اللجنة الفنية الاستشارية، وقد شكلت في فضاء، فإحنا كان شرطا لدينا أن تحدد اختصاصاتها بخطاب رسمي من مكتب الجمعية، وقد فعلا وصل الخطاب بأن تعرض عليها المسودات التي تصاغ في مرحلة أولية أو قراءة أولى أو قراءة ثانية، توطئة لمراجعتها. والشاهد أن هذه اللجنة الفنية إذا أجمعت على ملاحظات
سوف يصعب على الجميع على الجمعية أن تتجاوزها لسببين أساسيين، لأن ملاحظاتها ملاحظات فنية، إذ بها أربعة من أكبر أساتذة القانون الدستوري في العالم العربي. كمال أبو المجد مع حفظ الألقاب أستاذي، دكتور ثروت بدوي، دكتورة سعاد الشرقاوي، دكتور ماجد الحلو، دول أكبر أربع أساتذة، من أكبر أربع أساتذة للقانون الدستوري، وبها عالم للغة العربية والأدب العربي وهو الدكتور صلاح فضل، وفيها الدكتورة هبة عزت رؤوف سياسية، الدكتور حسن نفعة سياسية، وفيها الدكتور أيضا محمد علاء الأسوان ومحمد السيد الدين. فهي يعني أولا كيف لجمعية أن تخرج بلا مبرر مقنع للرأي العام ولنا عن ما تراه اللجنة الاستشارية بغير مبرر؟ ده للجنة أنت اللي عملتيها، ولذلك تأثيرتها وضغطها على اللجنة سوف يكون مشهودا، ولذلك نحن نتفائل في حقيقة الأمر بهذه اللجنة، وسوف لها مكتب داخل الجمعية حسب ما اتفقنا مع الجمعية، سوف يكون لها مكتب يرتادوه وتقدم استشارات تقارير فنية في صياغة كل مادة. نعم. هذه مسألة بالغة الأهمية وبالغة الإفادة. عايز أديلكم وجه مشرق شوية، يعني الناس بتتعامل مع بعض داخل هذه الجمعية بشكل حقيقي في مودة شديدة، يعني ما يشاع من خلافات وصراعات ده يعني نادر الحدوث، إنما الأغلب مناقشات جادة منهجية علمية فيها يعني سعي مشترك للوصول لنقاط اتفاق. فيعني نعم. بس عايز الناس ما تحسش انه يعني اللي بيدخل بيطلع متعور ولا يعني مش حقيقي ابدا. دكتور عماد، يعني هل انت متفائل بهذه اللجنه؟ طيب انا هو مش عايز يحرجنا. لا بصي، انا اللي شايفه مثلا لجنه استشاريه، دكتور جابر قال كلام مهم فيها اهم فلان وفلان وفلان وفلان. انا سؤالي البسيط قد يبدو خارج السياق، طب ليه الناس ما كانتش اعضاء من الاول؟ يعني افضل ان انا اجيبها اعضاء ولا اجيبهم مستشاريين؟ كويس، يعني عايز اقول احنا عندنا مشكله مع الجمعيه، لكن رغم كده احنا ما طعناش، ما قدمناش دعوه انهم اشتغلوا، ولو عملتوا دستور هنسقف لكم. كويس، لكن احنا تقديرنا، انا تقديري حتى هذا الامر، وانا راجل محب البلدي وعايز بلدي تبقى تطلع من المأزق اللي هي فيه ومبقاش محتاجين مساعدات ولا غيره، لكن انا بقول احنا لازلنا في بندوخ بعض. يعني المجلس العسكري مرمطنا سنة وشوية، ودنك منين يا جوحة؟ نبدأ بعكس الكتالوج اللي بدأت بيه كل الدنيا، ولازلنا في بقايا دوخة المجلس العسكري بصراحة شديدة. يعني انت عندك في طريقتين، في طريقة ان حضرتك بتدخلي تسكني في بيت جديد فبتشطبيه بمزاجك، فهموا ده بتوع الديكور، وفي طريقه انك بتيجي في شقه بايظه وبتعملي شويه صيانه، اللي بيحصل ده ترميم. اتمنى انهم يوصلوا لحاجه كويسه، بس انا بقوله ان اللي بيحصل ده ترميم. ليه؟ مش مهم مين يبقى عضو في الجمعيه، يعني احزاب او قوى سياسيه او غيره، انا يهمني لو الاسماء اللي قالها دكتور جابر هي اللي كانت اعضاء، ولا سياسيين ولا اعضاء، ما احنا رفضنا ولا عضو برلمان يبقى موجود، وانا كنت عضو، رفضنا انه احنا بتوع سياسه بتوع مناورات وبتوع خناقات خلونا بره. هات لي قامات زي الدكتور، حد يقول ان الدكتور احمد كمال ابو المجد او ثروت، يعني هذه القامات المصريه والادباء والمبدعين والمفكرين بعيد عن السياسه، لو 100 من دول قعدوا يعملوا دستور. لا، لكن برضو عشان ما لجنه نظام الحكم في دستور 54 كانت 16 فرد، منهم 9 اساتذه قانون و7 مثقفين وكتاب وادباء، 16 الذين ابدعوا في الحياه. ما انا بقوله يا دكتور جابر انه احنا عندنا مشكله، مش متشائمين بس عندنا مشكله. لا متشائمين، في ان مش عايز ازعل. لا عايز اقول ايه، عندنا بس سنقاتل. عندنا مشكله في ايه؟ يعني احنا تفتكر استفتاء التعداد الدستوري 13 مارس، قلنا يا اخوانا ما ينفعش في الماده 60 والماده 28، رجعنا في مجلس الشعب قاعدين يشكوا ده الماده 60 هتزور الانتخابات والماده 28، يا اخوانا ما قلنا لا عشان كده قلتوا انتوا كفره. فاللي انا عايز اقوله اني انا كنت اتمنى ان يبقى في هذه اللجنه مجموعه من القامات المصريه اللي ما لهاش خلاف، وفيها ممثلين للأزهر، ممثلين للتيار السلفي، بس يبقوا ممثلين زي ما هم موجودين، 4 من الأزهر أو 5، 2-3 من الكنيسة، 2-3 سلفيين، عشان في النهاية حتى دولت
ما يكملوش 10-15%. يبقى اللي بيعمل دكتور احمد كمال ابو المجد والمجموعه الكوكبه العظيمه دي، ساعتها والله ما كان هيبقى فيه قلق عند اي حد. اعملوا الدستور اللي انتوا عايزينه، دي ناس فاهمه كويس. لكن النهارده استاذ باشمهندس محمد يقول لك بيتقرب الى الله، ما يتقرب الى الله في حته ثانيه. مش عايز لا اصلا اقول ده الجو، لا ده الجو اللي موجود، ده الجو اللي موجود. ان انا يعني الجو اللي موجود ناس ما عندهاش، يعني انا هقول لك على جمله وهختم بيها. انا كنت في لجنه العلاقات الخارجيه في مجلس الشعب، كان درسها الدكتور عصام العريان، زميل لينا من حزب النور قاعد جنبي. فاول قضيه طرحها بنناقش ايه الاجنده بتاعه اللجنه، اول قضيه طرحها السودان ومساندته في فصل دارفور. فحد بيقول له ده في لجنه شؤون عربيه، قال والله هو في لجنه شؤون عربيه في المجلس. طب خلاص يعني عايز اقول البيزكس المعلومات الاساسيه مش موجوده. على عينه وعلى راسي ممكن يبقى عضو شاطر ويشتغل على نطاق محلي، بس النوعيات زي كده حتى من احزاب مدنيه ما ينفعش تتصدى لقضيه كتاب الدستور لبلد. كتاب الدستور ده شيء كبير جدا جدا، لازم نطلعه بره الخلافات السياسيه. لو اتشكلت من ناس قامات في مجالات مختلفه، يعني الا ترى ان هذا يصب كله في تخوفات من السلفيين؟ انا هكلمك بمنتهى الصراحه، لانه اذا يعني تم حتى تشكيل اللجنه كلها من الفقهاء الدستوريين، سيكون هناك بعد ذلك الحديث ان هذا يعني هواه اسلامي وهذا هواه ليبرالي. لا، لو في ناس يعني مثلا دكتور ابو احمد كامل ابو المجد، ماشي، راجل عنده توجه اسلامي لكن ما يقدرش ضميريا يكتب بايده اي ماده متناقضه مع المواثيق الدوليه. يعني عايز اقول ان في اصلا الجانب الحرفي والجانب السمعه هيخليه متوافق. ما ينفعش اي حد، دكتور جابر قول لنا هل في فقيه دستوري واستاذ قانون دستوري هو يكتب بخط ايده ماده متناقضه مع القانون الدستوري؟ الاشكاليه الكبيره في الحقيقه اللي انا بناشد فيها اخواننا في الحريه والعداله واحزاب السلف، انه الدستور ينظم سلطات الحكم في الدوله ويصون الحقوق والحريات، لا صله له بتطبيق برامج سياسيه وحزبيه، هذا مكانه البرلمان. ولذلك الدستور كل الاشكاليات اللي بنتكلم فيها ده، معرفش الجواز في كل الاحوال سنه، يعني الجواز سنه مش فرض. ولذلك عشان نقعد نشغل نفسنا نتجوز امتى، 9 سنين ولا 10 سنين ولا 15 سنه؟ يا سيدي ما تتجوزش، يا سيدي اتجوز زي ما انت عايز. الجواز نفسه سنه وليس فرض. لو انت عايز تتقرب الى الله بقى الجواز سنه. ولذلك الفكره، وعندنا البنات ما شاء الله لغايه 30 سنه يعني عندنا ازمه عنوسه. ولذلك هذا حديث ليس محله الدستور. الدستور ينظم سلطات الحكم في الدوله ويصون الحقوق والحريات ولا يقيدها. بعد كده اللي ليه برنامج سياسي لما الشعب يختاره يروح يعمله في البرلمان. طيب نفهم الفكره دي حتى الان، اشكاليات كتير حتى الان فيما يخص يعني باب الحقوق والحريات. المنتج النهائي الذي خرج حتى الان من جانب اللجنه التاسيسيه، انت كيف تقيمه؟ اولا من الخطوره بمكان ان احنا نمسك باب على حده. يعني ما ينفعش تيجي تقول لي انا عامل لك حريات اهي، ما تبقاش طماع، عندك الحق في الكرامه والحق في ان انت ايه والحق ان انت تقعد تهتف في التحرير. هذه الحقوق والحريات لا تعمل الا في اطار بناء دستوري متكامل ديمقراطي. والدليل على كده دستور 71 كان فيه حقوق وحريات، ورغم ذلك ما كانش في الحقيقه حد بيحترمها ولا حد بيتمتع بيها، لان البناء الدستوري مختلف. البناء الدستوري انا فقط انوه ان ما نعرضه الان على الشاشه يعني هو جزء من باب الحقوق والحريات، يعني يعرضه موقع موقع الجمعية التأسيسية للدستور. فيها بعض المشكلات التي يعني التي يمكن أن تثير خلافا، ولكن باعتبارها قراءة أولية طلع عليها إلى الآن، لأنه الإشكالية الجمعية في الحقيقة مسؤولة مسؤولية كاملة عن عدم الشفافية التي تتعامل بها، وأيضا عن كثرة المتحدثين عنها. كل واحد في أي لجنة يطلع يقول إحنا هنعمل، لو جيت شفت المواقع الإلكترونية تلاقي هم عددهم 100 إنما في الحقيقة
تحسي ان اللي بيقول تصريحات اعلاميه 5500 يبقى انت في الحاله اللي زي ديت مش عارفه ده صح ولا ده صح، ثم تشكو الجمعيه بعد ذلك ان يجب تعامل ويجب ان تخرج نشره يوميه اسبوعيه من مكتب الجمعيه حول نشره اسبوعيه اعلاميه تخاطب الراي العام بس حتى لو يصاب هلع. دكتور بس عايز استاذنك في موقع رسمي مش الموقع ده، الموقع ده سعادتك للاسف الشديد تيجي تبص له النهارده بعد ساعه بعد ساعتين ثلاثه يتغير. انا عايز نشره صحفيه من مكتب الجمعيه يقول يخاطب الراي العام والصحافه، مش فلان الفلاني في اللجنه الفلانيه يقول كذا وفلان الفلاني، واللي يروح ينام ويحلم بحلم يصبح الصبح يصرح بيه. هذا عبث، هذا ليس صناعه الدستور. مش في الموقع الرسمي. طيب يا سيدي في الاعلام كله. أيوة. هو كل الشعب المصري بيروح الموقع الرسمي، كل الشعب المصري بيتعامل مع الانترنت. يعني لازم يكون في نشره يوميه اسبوعيه للجمعيه تحدد فيها اللي بيحصل. حضرتك تشتغلها معانا ان شاء الله. طيب مهندس عبد المنعم، يعني كانت هناك تصريحات للدكتور وحيد عبد المجيد ان هناك خلافات بالفعل داخل الجمعيه، عندما كانت هذه التصريحات كان بعد ذلك متحدثين اعلاميين غير دكتور وحيد للجمعيه التاسيسيه. انا واحد منهم. نعم طبعا انا اعرف ذلك، ولذلك يعني انا اتوجه لك بهذا السؤال. هل يعني عندما يعني يكون هناك يعني شفافية لكل ما يدور داخل الجمعية، هل معنى ذلك أن يكون هناك متحدثين إعلاميين آخرين؟ كيف من الممكن أن نقيم المتحدث الإعلامي ونقل المعلومة السليمة من داخل الجمعية؟ هو يعني زي ما تفضل دكتور، إحنا عندنا هذه النية أنه يبقى في دايما تصريحات أو إصدارات مكتوبة في الحقيقة. يعني هي أنا نفسي ممكن أقع في خطأ لو حاولت أتذكر مواد بعينها أو غير ذلك، فإحنا يعني متجهين إلى في هذه المرحلة تحديدا إلى تسجيل كل ما يمكن تسجيله حتى يستطيع من يراقب عملنا أو يود الإسهام أن يجد منتجا يقيمه. وفكرة طبعا أن تقييم أبواب منفصلة دي مسألة في منتهى الخطورة، لأن حتى بيتم نقل مواد من باب لآخر وفقا لرؤية لجنة الصياغة، فدي مسألة فعلا لن تكتمل إلا باكتمال المسودة النهائية. المساهمات الجمهور يعني كيف يتم استقبالها داخل اللجنة التأسيسية؟ بشكل يعني كبير جدا، يعني الجمعية التأسيسية تستقبل يعني على الأقل 3-4 مرات في الأسبوع مجموعات مختلفة من أصحاب الرأي ومن كل يعني أبناء هذه الأمة، وأنا يعني حقيقي مبهور بالجهد الكبير الذي يبذل. هل يتم بالفعل يعني الاستعانة بمثل هذه يعني المقترحات، يتم دراستها، يتم الاستعانة بها بشكل مؤكد؟ يعني يعني هناك فريق كبير جدا من الموظفين الذين يرصدون ويسجلون ويوزعون علينا هذه الاقتراحات بشكل شبه يومي، ونجتمع في كل مرة لدراسة الاقتراحات وإمكانية الاستفادة منها. زي ما تفضل دكتور جابر، هي فرصة لنا جميعا لإثبات قدرتنا على النجاح، ويعني لن تأتي مرة أخرى إذا فاتت. فيما يخص الاحتياطين، هل تم الاتفاق يعني من سيتم تصعيدهم؟ هي الفكرة بس الأصلية أن يصعد من يمثل من يخرج، يعني إذا كان لأي سبب الأسباب من خرج ممثلا للأزهر الشريف يبقى يفضل أنه من يدخل مكانه يكون على نفس الدرجة من التمثيل، وهكذا. يعني هي محاولة الإبقاء على روح الجمعية. يعني أظن أن ده كان الأقرب في المناقشة التي دارت، إنما الباب لازال مفتوحا لمناقشات أخرى. طيب سأخذ تعليق منك دكتور جابر على مسألة دي، أنا هتحفظ شوية بس مش هتكلم فيها، بس أنا ليا تعليق في الحقيقة على الموضوع. كانت شرط أساسي لكم يعني ذلك أنا أريد. خلينا يعني خلي المسألة يعني خليها لما يحصل التصعيد أو يجي مكانه. الفكرة الأساسية إنه يعني الموقف من الدكتور وحيد عبد المجيد في الحقيقة يمكن كان من العوامل التي أدت إلى مراجعة قرار الانسحاب. الدكتور وحيد عبد المجيد أدلى بحديث إلى جريدة الشروق، والدكتور وحيد عبد المجيد وهو صديق عزيز منذ انسحبنا، وهو في الحقيقة كان يدافع عن الجمعية ويلومنا ويقول كل كنت ما قبله يقول لي هذا الكلام، إلى حين قرأت له حديثا في الشروق، وفي هذا الحديث انفجر
انفجارا شديدا ومدويا، وقال انه في الجمعيه تتداول مواد هي في الحقيقه تمثل افكارا كارثيه، ولو اصر عليها من يتشددون سوف تؤدي الى انسحاب انسحابات كثيره من الجمعيه. رد فعل الجمعيه حول هذا الحديث كان عجبا. نعم. إذ يعني تم لوم الدكتور وحيد عبد المجيد في وتداول الرأي، وأنا شفت الجلسة على الهواء، وكانوا بيطالبوا بعزله من المتحدث الإعلامي، وقالوا إنه هو ما اللي بيتكلم باسم الجماعة ده ما يعبرش عن رأيه الشخصي، ودي عجيبة. يعني مش متصور أنا علشان أدخل الجمعية يبقى لازم طيب أقول أنا كلام في الجمعية. أنا أعتذر يعني على المقاطعة، ولكن للأسف الشديد الوقت دهمنا ويعني بس أنا عايز أقول إنه طيب سأبص تعليق منك يعني ولكن سريع جدا، وأيضا الدكتور عماد أنا عايز أقول إنه إن شاء الله سننجح في الخروج بدستور يرضي كافة المصريين. نتمنى ذلك. دكتور عماد تفضل. لا يعني أنا يعني لا أملك غير التمني لهم بالتوفيق، ويطلع دستور، بس دستور أقدر أنا أتكلم على إن ده دستور بلدي مش اي حاجه تاني، دستور نبقى فخورين واحنا بنتكلم مع العالم بيه. احنا من اوائل دول العالم اللي هي منحت حقوق المراه من عشرينات القرن العشرين، احنا من اوائل دول العالم. هناك الحديث الان عن الماده 36. في جميع الاحوال ننتظر منكم الكثير. مهندس محمد وايضا دكتور جابر، شكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء. كان معي دكتور جابر جاد نصار، استاذ القانون الدستوري بجامعه القاهره، شكرا جزيلا لك. والمهندس عبد المنعم محمد عبد المنعم الصاوي، عضو الجمعيه التاسيسيه للدستور، المتحدث ايضا باسمها. ودكتور عماد جاد، عضو الهيئه العليا للحزب الديمقراطي الاجتماعي، شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، والى اللقاء.